نوفمبر بمناسبة ذكرى الفاتح نوفمبر، عرس كبير هنا في ملعب 5 جويلية، صور جميلة حية نعيشها منذ الساعة الواحدة تقريبا زوالا بداية وصول الأعداد الكبيرة من جماهير الكرة المستديرة إلى ملعب 5 جويلية لمتابعة نهائي كأس أول نوفمبر مولودية العاصمة. شباب باتنا اللي استقلوا اللعب منذ 3 أشهر فقط نهائي كأس الجمهورية هنا أمام فريق اتحاد العاصمة وخسروا بهدف مقابل 0، يعود بعد 3 أشهر إلى ملعب 5 جويلية لمواجهة فريق عاصمي آخر مولودية العاصمة ضمن نهائي كأس أول نوفمبر. طبعا وشيء طبيعي أغلبية المتفرجين من أنصار المولودية العائدون هذه الأيام بعودة فريق المولودية بنتائجه وبتشكيلته المتغيرة بنسبة 70% عن تشكيلة الموسم الماضي. محمد، هل هناك من الممكن أن نقترب منهم قبل بداية هذا العرس الكروي لمن ساش بمناسبة الذكرى 43 لانطلاقة ثورة نوفمبر؟ محمد، ما فيش، كل اللاعبين كل الطاقم الفني للفريقين حفيظ. طبعا بعد مساء الخير للجمهور الرياضي اللي راه يتابع في المقابله هذه، مقابله نهائي كاس اول نوفمبر بين مولوديه الجزائر وشباباتنا مباشره على قناتنا من ميدان ارضيه ميدان 5 جويلية لمدرجاته كما اسلفت وان ذكرت دراجي متنوعه بالانصار، حوالي 60,000 متفرج. هذا انما يدل على انه الجمهور المتتبع. انا في تحضير العام السابق في تظاهرات رياضيه وطنيه، كانت الاولى بمدينه عنابه ثم بام البواقي ثم بإيرية. اعتبر نفسي كتقنيه، يعني كنت احاول دائما كيف افرض نفسي عند المسؤولين انهم يهتموا بي وبهذه الرياضه، والحمد لله كانوا في اول انسان اللي ساهم في هذه التشريف هو سيد مولدي عساوي. وثانيا واكي ربما حققت الهدف تاعك، نشكرك نتمنوا لك التوفيق ونتمنوا نلقاو في فرصه اخرى. شكرا محمد، بارك الله فيك. قبل ما نستمع للنشيد الوطني لازم تحافظ على الخيط تاع الميكروفون يا محمد في وسط تلك الزحمه. راح نستمع بعد حين لعزف النشيد الوطني الجزائري وسط هذه الصور الجميله جدا التي نعيشها مباشره من ملعب 5 جويلية، صور جميله تعكس اشياء جميله عن الجزائر في هذا المكان. إذن بعد لحظات قليلة راح ينطلق نهائي كأس أول نوفمبر اللي ما يختلفش كثيرا بالنظر لكل الأشياء اللي نشاهدوها، لا يختلف كثيرا عن نهائي كأس الجمهورية اللي متعودنا نشاهدوه يوم 5 جويلية من كل سنة، لا يختلف كثيرا عنه سواء من حيث الأجواء أو من حيث البروتوكول الذي تمت إقامته بمناسبة بهذه المناسبة، مناسبة نهائي كأس الفاتح نوفمبر اللي نتمنى محمد ونتمنى ايضا الجمهور الرياضي اللي راه يعيش معنا هذا الحدث انه يتمتع بمقابله كرويه في المستوى، خاصه هذا الجمهور الغفير والغفير جدا اللي احضر بكثره اكثر من 60,000 متفرج اغلبيتهم موجوده خارج المدرجات يا محمد. بدون شك حفيظ المقابله رايحه تكون بدون شك كبيره، رايح نشوف عروض كرويه. هذا الجواب لفريق مولودية الجزائر او لشباب بدنا. فريق مولودية الجزائر رغم انه نذكر انه لقب رمزي الا انه يحب يضيف ويثري رصيده من الالقاب، ما فاز باي لقب منذ 14 سنة، وشباب بدنا حاول يفوز باول لقب ليه
ورغم انه ثاني حضور له لمده اشهر تقريبا منذ خسارته في نهائي الدوري امام اتحاد العاصمه. كل فريق طبعا لهذه المقابله النهائيه تشكيلته الكامله بدنا او متوجه الجزائر، وهذا يدل على ان كل فريق راح يرمي كل قواه ويرمي كل ما لديه من امكانيات سواء الجماعيه او الفرديه لتحقيق النتيجه والخروج منتصرا من هذه المقابله، المقابله اللي مذكر يحضرها جمهور جدا مازال لحد الان يتوافد على مدرجات 5 جويليا. عرس كبير، عرس قل ما نراه، هذا يدل ان لازم تحافظ على خيط الميكروفون يا محمد جيدا. فعلا صور جميله وجميله جدا في المدرجات يا خالد، في انتظار انطلاقه هذه المقابله اللي تناسب كما قلت ذكرى الفاتح نوفمبر اللي والمقابله هذه والعرس هذا يدخل دائما في اطار الاحتفالات بذكرى الفاتح نوفمبر. هذا المقابله اللي قدرت باش تجلب ليها كل هذا العدد الكبير جدا من جماهير كره القدم، نقدر نقول جمهور اكثر من الجمهور اللي حضر نهائي كاس الجمهوريه يوم 5 جويليا الماضي، اكثر بكثير ليس فقط بسبب شغف الجمهور الجزائري واشتياقه الى مباريات كره القدم، ولكن بالدرجه الاولى بسبب تعلق الكبير وتعلق انصار المولوديه بفريقهم واشتياقهم الى لقب يثري سجلهم، اللقب اللي يبحثوا عليه كما قال محمد منذ حوالي 14 سنه، حتى ولو كان ذلك لقب منافسة اسمها كأس أول نوفمبر. بعد لحظات قليلة راح تعطى إشارة انطلاق هذه المقابلة. لا بأس نزيد نذكر الجمهورية الكريم بتشكيلة الفريقين لمن فاتتهم بداية إرسالنا. بالنسبة للفريق الضيف مساحة التعبير شباب باتنا يمثلوا في حرس المرمى إسماعيل، خلوط، مزجري، عريبي، بوعرعار، جفال، عبد اللاوي، كوليب، مزياني، طبال، وكذلك دوب منير. بالنسبة للاحتياط تاع فريق شباب باتنا زيادي، بن حسن، العزيز، بن ساسي، ديلمي، مدكور، وشريط. المدرب هو السيد عامر جميل العراقي الجنسية. بالنسبة لفريق مدينة العاصمة في حراسة المرمى عمر حمناد، خياط، خنوف، نشاد، فتحين، دريش، صيفي، دودان، حوحو سمير، بن علي ومشري بشير قائد الفريق. بالنسبة للاحتياط مدينة العاصمة زيتوني، طوب، وحيد، بن قجون، علوش، سلو نادير، للزوم حارس الثاني. المدرب هو السيد عبد الوهاب زنير بمساعدة السيد لافري. هل ممكن نقترب محمد من عبد الوهاب زنير او من طوب اللي كان غايب بسبب اصابة؟ تفضل محمد. محمد اذا كنت تسمع فيا نفضل اننا نخلي الاتصال بك، راح يكون بعد حين مع طوب هذا حكم المقابله السيد تحو اللي يعتبر هو ايضا واحد من الحكام البارزين على الصعيد الوطني على غرار حكام اخرين تتميز بهم وتتمتع بهم كره القدم الجزائريه. رغم كل شيء نقول رغم المشاكل الكبيره اللي تعرفها الكره الجزائريه الا انه كاين حكام، كاين مدربين، كاين لاعبين في المستوى في مختلف الانديه وفي مختلف الرابطات الجهويه للقطر الوطني. العرس على كل حال راه متاخر حاليا بحوالي 11 دقيقه. نتمنى ان شاء الله اننا نشاهد مقابله في المستوى، في مستوى سمعه الفريقين مولوديه العاصمه وشباب باتنا اللي عنده اليوم جاي الى ملعب 5 جويليا من اجل بالدرجه الاولى الثار اللي هزمته في نهائي كاس الجمهوريه في شهر جويليا الماضي امام فريق اتحاد العاصمه، والبحث هو ايضا عن اول لقب بالنسبه ليه منذ صعوده الى حظيره القسم الوطني الاول، حتى ولو كان هذا اللقب هو لقب كاس الفاتح نوفمبر. شباب باتنا على الجهه اليمنى من الشاشه وفريق مولوديه العاصمه بقمصان المعتاده على الجهه اليسرى، وضربه الانطلاق راح تكون للفريق الضيف شباب باتنا لكل من طبال مراد اللاعب السابق لمولوديه العاصمه وكذلك قلب الهجوم مزياني مراد، وتعطى اشاره الانطلاقه في اول كره من طبال يستقبلها حوحو سمير، تعود من هناك للمدافع الايمن خلوط من جانب فريق شباب باتنا. انصار المولوديه اليوم راح يكون لهم دور كبير في مسانده فريقهم مع صيفي من هناك في اول كره يلمسها، يرجع كورته على الجهه اليسرى لرفيقه خنوف مرفوعه ناحيه حوحو سمير، اول محاوله والدفاع يخرجها بواسطه بوعرق سمير، تروح مباشره للمدافع الايمن للمولوديه خياط، خياط جنبه دودان ومشري بشير، الحارس اسماعيل مسعود، كرة تروح لعبد اللوي، ضغط عناصر المولوديه على حامل الكره ثم دودان كريم تعلو الكره يسترجعها جفال،
الوسط كرته عن فال عار سليم الان. بدايه طبعا ما راحش ننتظر منها الاشياء الكثيره لانه لا فريق شباب باتنا لعب مع المولوديه هذا الموسم ولا المولوديه ايضا تعرف شباب باتنا. وخطا يصفر حكم المقابله فعلا كان فيه خطا من الخلف. على قائد شباب باتنا كوليب. كره من هناك ليخلط المدافع الايمن. كل عناصر المولوديه وراء خط وسط الميدان. البدايه راح تكون بدايه الترقب قبل الانطلاق مع مشري بشير وعبد اللاوي المدافع القوي مكلف ربما اليوم بمراقبه مشري بشير قائد فريق المولوديه. كره مرفوعه في التغطيه المدافع نشاد ثم خيط ما يلحقش عليها. هناك عبد اللاوي دائما امام مشري. تعود عبد اللاوي مع دوب منير. كرة تخرج تماسي صالح خيا. محمد اذا كنت في الاستماع ممكن تتدخل عندما يتم ترقيع ما صيفي. وصل كرة لهيحو تغطية موجود بعد عار سليم من هناك على الجهة اليمنى. كرة توصل ل جفال تحت عن مزياني ما توصلوش. يسترجع خنوف في المدافع الايسر. فالوسط موجود حوحو سمير وقف كرته. بن علي بن علي دفاع المولودية ما يصعدش كله كأنه متخوف. هو ايضا دودان الوسط مع دريش واحد من ابرز اللاعبين في اللقاء الربع النهائي اللي كنا شاهدناه امام شباب الوزداد. خياط دودان والكره تمشي وتضيع. كولي بيسترجع وانطلقه في هجوم معاك. كولي مع طبال طبال لدوب وبالتغطيه من هناك المدافع فتحي خرج كورته. ينطلق دريش وصل علي بن علي. بن علي الاعتماد على خطه التسلل ما فيش تسلل وينطلق صيفي على الجهه اليمنى. صيفي يدخل بخط العمليه. صيفي وحده والهدف والهدف الاول لصالح المولوديه من صيفي. روعه هدف رائع جدا لانه صيفي كان ذكي جدا عمل نفسه راح يمرر كورته لهوهو وفضل مغالطه الحارس اسماعيل. هدف اول بعد مرور 8 دقائق لعب لصالح مولوديه العاصمه وانصار المولوديه الملعب 5 جويليا يهتز كله. هدف مقابل 0 7 دقائق لعب. الهدف راح يعطي شيء اخر طعم اخر للمقابله تاع اليوم. لو نشوف الاعاده يا خالد بعد هذه الصوره الجميله طبعا شوف كيف ان صيفي كان ذكي جدا لما غلط الحارس صيفي. لكن قبل ذلك لازم نشوف اذا كان فيه تسلل ام لا. اذا كان ممكن طبعا بعد التصوير البطيء لانه صيفي خرج في وضعيه كان فيها دفاع شباب باتنا. هنا ما نقدرش نعرف كان دفاع شباب باتنا يظن بان صيفي في وضعيه تسلل. نشوف هنا الذكاء تاع صيفي. انطلق خدا كامل وقته شاف الجهه اليسرى الحارس ظن بانه راح يوصلها ل رافقه ورماها مباشرة في الزاوية اليسرى المغلقة للحارس اسماعيل مسعود اللي يباغت مباشرة بعد 8 دقائق من انطلاقة الشوط الأول. شوف الذكاء الكبير نتاع صيفي هنا والمرة الثانية يصوبها نحو المرمى وهدف بعد ما لمسها وطلقها الحارس اسماعيل وانطلاقة لصالح فريق شباب باتنا. على الجهة اليسرى بوسط مزجري مع فتحين يرجع كرته ممتازة لكوليف وخروج مشاد وانطلاقة من دودان. كرة لصالح فريق مولودية العاصمة. اللاعب راح يصبح مفتوح أكثر فأكثر. ينطلق دودان مع مشري توصل الكرة لمشري بشير على الجهة اليمنى ماهوش في وضعية تسلل. ينطلق مشري كرة دايما عنده سريع جدا يدخل مشري يزيد يدور يدخل على الجهة اليمنى لقطة ممتازة والحارس معي قابل بدايتها جميلة من جانب فريق المولودية. قلت الهدف اللي سجله صيفي راح يفتح اللعب اكثر فاكثر لاننا راح نشوف رد فعل فريق شباب باتنا وراح نشوف انطلاقه في الهجمات المعاكسه تاع المولوديه تارة بوسط صيفي على الجهه اليسرى وتارة اخرى بواسطه مشري بشير على الجهه اليمنى. شوف الاعاده تاع الهدف اللي سجله صيفي. هنا الكاميرا تاع ابو علام اللي موجوده وراء خط وراء مرمى الحارس اسماعيل. بدايه جميله توحي بان المقابله راح تكون جميله. شوف المراقبه اللاصقه من طرف مساعد قلب الدفاع نشهد على المهاجم طبال. كره لصالح فريق شباب باتنا بوسط تخلص من هناك يرفع كرته لطبال براسه لقطه ممتازه وخطيره لصالح الشباب. مزري تعود له الكره
وعودة خياط والدفاع كله مشري بشير والكرة تخرج مباشرة ست أمتار يقول حكم المقابلة. هدف مقابل صفر لصالح مولودية العاصمة، 9 دقائق لعب لصالح رفقاء مشري بشير قائد مولودية العاصمة. مقابلة كاس محمد ليس بعد حماس، حتى الجمهور يتفاعل مع اداء اللاعبين وتفوق مولودية الجزائر يوحي بان المباراة رايحة تكون قوية. تفوق يلحق على الكرة هذه فعله مرة أخرى بواسطة اللاعب جفال، يوصل كورته لعبد اللوي، عبد اللوي مباشرة لمزجري، مزجري الكرة في الوسط لصالح جفال، من هناك لخلوط المدافع الأيمن يراوغ وينطلق خلوط يوصل كورته في الوسط لدوب، حاولت جلب عناصر المولودية إلى منطقة شباب باتنا. وانطلقت من هناك طبال في التغطية موجود فتحين قلب الدفاع، فتحين مشري بشير يطلب الكرة في الوسط، سمير هو موجود على الجهة اليمنى، مشري بشير لصيفي وما كان حتى شيء، فعلا كان حتى شيء، وينطلق مدافع شباب باتنا فؤاد عار سليم، لا خلي كورته لمزجري، مزجري وصلها لطوب منير على الجهة اليسرى مرفوعة من دوب، لا أرضية وفتحين في التغطية يوصل كورته مباشرة لخيار. اللعب فعلا اصبح مفتوح بعد تسجيل المولوديه للهدف الاول، الكره ما توصلش لصالحي، فيه تبادل الاماكن بين ثلاثي هجوم المولوديه صيفي مشري بشير وكذلك فهو سمير بينما خيط على الصور. عبد اللوي في تنفيذ التماس رجع كورته لقلب دفاع بار عار، فريق المولوديه عناصره ما تخرج من منطقتها، الشات في التغطيه خلي كورته تخرج للتماس لصالحه. صور فعلا جميلة جدا يا خالد. في تنفيذ التماس خيط لصالح مولودية العاصمة. توصل كورته لمشري براسه ما خرجتش الكرة وينطلق بن علي مع صيفي، وصل الكرة لصيفي، صيفي يخليها لمشري بشير، يدخل في الوسط مشري يفضل الفتحين ليخرج بسرعة. من هناك لصالح خنوف المدافع الايسر يطلب الكره على سمير على الجهه اليسرى، توصل مليحه لبن علي والتغطيه ممتازه من دفاع فريق شباب باتنا اللي ربما فاجئوا الهدف الاول لسجله صيفي درش بالتغطيه. مره اخرى الحكم يصفر خطا، درش اللي قلت كنك ربما الجمهور اللي ما يعرفوش كان اكتشفوا في لقاء مولوديه العاصمه شباب بلوزداد في الدور الربع النهائي كنا نقلناه مباشره، لاعب سابق ايضا لفريق اتحاد الحراج، تغييره للفريق ربما ناحيه بسيكولوجيه كان بمثابه دفع جديد بالنسبه لي راح يكون من اصلاحه والمقابله متواصله. ونعود لك بعد الركنيه يا محمد، معك مستجوب ركنيه تنفذ مباشره، خروج عمر حماد يعطي ديك ثقه كبيره لدفاعه خاصه في الكرات العاليه، معروف عمر حماد الحارس السابق لشبيبه القبائل الحارس الدولي ايضا، مرفوعه من حماد تروح مباشره لمشري بشير مع عبد اللوي دائما، ينطلق مشري ولكن وحده معزول امام 5 لاعبين، مشري امام قلب الدفاع بوارار حاول يراوغ يمر على الجهه اليسرى ما يمرش، تغطيه زوج لاعبين امام مشري ما يمرش، ويسترجع الكره شباب باتنا، يبقى مرتبك دفاع فريق شباب باتنا في بدايه هذه المقابله. عبد اللوي دليل على الارتباك اللي يعانيه دفاع شباب باتنا، بن علي و دودان، دودان يروح ما يمرش لصالح الحارس عمر حمد. ستة وعشرين دقيقة لعب من انطلاقة الشوط الأول، هدف مقابل صفر لصالح المولودية، الهدف سجل في الدقيقة 8 بواسطة المهاجم صيفي. 21 دقيقة حفيظ، وش قلت أنا محمد؟ 26 دقيقة 5 دقائق زايدة ما شفتش كما ينبغي، فعلا 21 دقيقة يا محمد راك مركز جيدا ولكن ما سمعناكش كثيرا. من هناك على الجهة اليمنى لصالح المدافع الأيمن خلوط يسترجعها دريش يوصلها لصيفي على الجهه اليسرى، صيفي وينطلق في الوسط دودان، دودان بجنبه مشري، دودان يبقى محتفظ بالكره يفضل دريش، ينطلق خنوف من هناك على الجهه اليسرى،
خنوف الكرة تمشي كما ينبغي مرفوعة ناحية صيفي براسه جانبية ممتازة ولقب على حوحو سمير. صيفي يخرج براسه كورته تمر جانبية على إعادة بالتصوير البطيء للكيفية اللي ضرب بها صيفي براسه الكرة هذه اللي ما خرجتش بعيدة كثير عن مرمى الحارس إسماعيل. طبال مع خياط كوليب ينطلق مسجد على الجهة اليسرى كوليب يفضل عبد اللوي تعود الكرة لعبد اللوي كوليب في الوسط محزول أمام ثلاث لاعبين يرجع كورته ليرافقه جفال توصل لمزجري عبد اللوي ما يوصلهاش لمزجري وضايع الكرة تخرج تماسي صالح خياط. شوف هنا الإعادة مرة أخرى كرة مرفوعة من خنوف والرأسية من صيفي متر ونصف تقريبا خرجت عن الجهة اليسرى لمرمى الحارس معي فتحي توصل لبن علي معه دايما دوب بن علي والحكم مساعده يرفع الراية معلنان عن خطأ يرتكب بن علي على اللاعب جفال. دريش خلي كورتو لدودان دودان يوصلها لخنوف على الجهة اليسرى خنوف ضيعة منه وترجع للاعب عريبي عريبي في الوسط لكوليب حاول تنظيم صفوف فريقه ويوصل كورتو لعبد اللوي من هناك كرة تمشي أحسن من جانب شباب بدنا محاولات أكثر لتنظيم اللاعب من الشباب ومرفوعة من مزجري ولكن بعيدة تروح مباشرة لدوب على الجهة اليمنى دوب معاه مش المدافع الأيسر خنوف والحارس عمر حناد سريع دوب وهو أيضا خطير لما يكون عنده من التسع من المكان. كرة تروح لبوعلعار قلب الدفاع مع حوحو سمير بوعلعار ما توصلش تروح مباشرة للمدافع الأيسر خنوف خنوف في تنفيذ التماس مع سعود عناصر شباب بدنا بن قجون يوقف كورتو يبقى في الوسط معزول ضغط المهاجمين تاع شباب بدنا تخرج الكرة لبن قجون وصل والدفاع مفيش خطا هنا لانه المدافع لعب الكرة دفاع بدني كبير جدا وخياط من هناك يخرج الكرة للتماس بن قجون يعود لا يبقى ساقط على الأرض بعد التدخل اللي نقدر نقول عليه ممتاز من عريبي سليمين سليم اللي يلعب الكرة بتنفيذ الخطأ كوليب أو مزجري كل طاقم مولودية الجزائر وقف بن قجون لصيفي صيفي ينطلق مشري من هناك هو يوصلها له صيفي ممتازه ناحيه مشري هجوم واحد خطير مشري سريع جدا ينطلق مشري هو هايله وصل عليه بن قجون موش في ضايه تسلل بن قجون دايما ما يسجلش ما يسجلش الضربه القاضيه بن قجون لقطه ممتازه ثلاثيه بين صيفي مشري بشير بن قجون كورته ما خرجتش بعيده عن مرمى الحارس معين كنت نقول بان كل شيء ممكن شباب باتنا قادر يعدل النتيجه ومديريه العاصمه قادره تضيف هدف ثاني لقطه ثلاثيه رائعه جدا من هنا نشوف احسن اذا كانت كره بن قجون خرجت بعيده ام لا بعيده نوعا ما بحوالي مترين عن القائمه الايمن لمرمى اسماعيل دودان في الوسط يوصل كورته لبن قجون بن قجون توصل الكرة لحوحو سمير وصل عليه بن قجون مرة أخرى مشري بشير لقطة رائعة مرة أخرى مشري يدخل منطقة العملية يراوغ وما يمرش ما يمرش وما كان حتى شيء يسترجع الكرة فريق شباب باتنا بوسط الدوب شوط ثاني أحسن بكثير من الشوط الأول طبال دوب مرة أخرى تدخل ما فيش تسلل صيفي ينطلق يوقف كورتو صيفي واصل يدخل منطقة العمليات خطير صيفي والكرة تخرج ست أمتار والحكم المقابل ست أمتار لصالح الحارس إسماعيل بعد مرور 24 دقيقة لعب المولودية هدف شباب باتنا
جفال في الوسط يوصل كورته لكوليب، كوليب مع دوب يواصل كوليب برجل يسرى يبحث عن مزجري من هناك، يدخل كوليب مزجري بدوره طلع لي دوب، دوب للمدافع الايمن خلوط مع خنوف، خلوط لح لقطه ممتازه وكاد يكون هدف التعادل، لقطه جميله بين خلوط اللي كاد يسجل هدف التعادل امام الحارس عمر حمناد. دلمي كانت بالعقب من دلمي، ذكيه بالعقب من دلمي، لكن خلوط لي ربما ما استغلش مليح هذه الكره، كان صوب ناحيه مرمى حمناد، لكن كرته خرجت بضعه سنتيمترات فوق العارضه، ولو كان الهدف التعادل. والتصوير بالبطيله رانا نشوف فيه جميل جدا وراء مرمى الحارس عمر حمناد، كاد يكون هدف التعادل. طويله من نشات راح مباشره للتماس لصالح مزجري، مزجري حب يمررها لديلمي على جهه اليسرى، ارتكب خطا فعلا، كمل المقابله شاف، تنبعث المقابله من جديد بعد ان شفنا في مع نهايه الشوط الاول نوع من تلاشي لاعبين. الشوط الثاني مثير محمد، حتى ما نقولش اشياء اخرى. بشري بشير، بشري يدخل، موجود صيفي على الجهه اليسرى، توصلوا صيفي يوصلها لبن قجون، بشري بشير تصويبه من بشري فوق المرمى، شفناش محاولات التصويب من بعيد بكثره في المقابله. يرد على خلوط، ربما اول تصويب هذه مشري في المقابله. لقطه ككل مليحه والتصويبه فوق المرمى. فتحين رجع كورتي، وصل عليه مشري بشير، مشري مع خروج عبد اللاوي وجد نفسه نوع الماء، ثم ديلمي من هناك، فتحين في التغطية، مشري حوحو سمير ما توصلش لبن قجون، صراح مباشرة لجفال، دوب دوب منير ما توصلش، صيفي يسترجعها وينطلق في هجوم معاك ما يمرش امام دوب، ثم خلط دفع الايمن نشط، هو ايضا يبذل مجهودات كبيره خاصه على مستوى الهجوم، يمرر الكره مليحه ونشاد في التغطيه، ممتاز جدا نشاد، وينطلق صيفي عنده متسع من المكان، بن قجون في الوسط، صيفي لبن قجون يمررها له، بن قجون ويدخل حوحو سمير ماهوش وضع تسلل، يدخل حوحو ويصوب عرضيه واسماعيل سهله بالنسبه له، سر نوعا ما حوحو في اللقطه هذه، كان تصويبه باليسرى، هو يلعب بالرجلين اليمنى واليسرى يا محمد. وتغيير ثاني راح يحدث في فريق شباب بدنا، والشوط الثاني احسن، الشوط الثاني احسن من الشوط الاول يا محمد، من راح يدخل محمد؟ رقم 12 زيادي في مكان رقم 10، مكان رقم 10 طبال مراد، عياء نوعا ما ظهر على طبال، والمراقبه اللاصقه ليه من طرف التاحين ما خلاش يتحرر، كره عند مشري من هناك على الجهه اليمنى، مشري بشير يدخل، مشري بشير الى وقت سريع جدا يرفع كره وفوق المرمى، لا باس نذكر يا محمد الجمهور الرياضي الكريم بانه اذا شاف فيه اختلاف في الالوان تاع شاشه التلفزيون فذلك يرجع الى الاضواء الكاشفه اللي شعلت ربما تعطي صوره اخرى للمقابله، هذه هي الاضواء الكاشفه اللي اصبحنا نلعب المقابله هذه تحتها، وبالتالي فيه تغيير ربما في اللون اللي شاهد فيه المقابله لحد الان قبل نهايتها بحوالي 17 دقيقه، التفوق لصالح المولوديه، هدف مقابل صفر، التغيير يخرج طبال محمد، طبال مراد يخرج بالفعل، قلت بعد المراقبه اللاصقه ليه من طرف التحيين لما تركوش متسع من المساحات للاعب كما نعرف طبال لاعب هجومي، ويدخل زيادي رضا، لقطه ممتازه من دوب على الجهه اليسرى والحكم ما يقول حتى شيء، يقول 6 أمتار لصالح الحارس عمر حماد، كان تدخل من خنوب، كان من خنوب المدافع الاول، نشاد يا محمد رائع جدا في الدفاع بدون ما يرتكب اخطاء كثيره جدا، تمكن من التفوق على طبال وايضا على قلب الهجوم الزياني في كل الكرات،
وهكذا احسن الاختيار طاقم مولودية الجزائر في جلب نشهد. دون ما ننسى ايضا خنوف، ننسى ايضا دريج، دودان كريم، عمر حمناد. نقدر نقول بان المولودية هذا الموسم جلبت لها لاعبين ممتازين، خلى الجمهور الموجود اليوم يعود بكثرة. خنوف يتدخل يوصلها لصيفي، صيفي حوحو يطلب الكرة في الوسط، وبن قجون ما توصلش لترجع حكولي. خلوط على الجهة اليمنى، يرفع كورتو ناحية ديلمي، يدخل خنوف، قوة مباشرة لحوحو سمير، يحب خطأ هنا من الخلف. المدافع اللي تدخل اللي هو عريبي عنده بطاقة صفراء، لو زاد له هنا هنا كان في خطأ بطاقة ثانية، كان راح يتلقى بطاقة الحمراء، لذلك ربما الحكم ما حبش يخرج ولا شيء، ربما يفسد العنصر الكروي هذا، يخليه على نفس المنوال كمنطلق كما هي مجريات المقابلة. وراح يحدث تغيير ثالث في صفوف شباب باتنا، رقم 14 العزيز حكيم راح مرة أخرى يستفيد مرة أخرى من تماس. سبع دقائق الأخيرة، أنصار المولودية عندهم دور مهم أيضا. أم سمعوك؟ حتى سمعتهم أنا معي. خلوه في تنفيذ التماس، صعود عناصر شباب باتنا كلهم، دوبي وصل عليه بن قجون ممتازة، وبن قجون يدخل، وينطلق مشري من هناك وسمير، ماهوش في رعاية تسلل، لا، في وضعية تسلل، حسب مساعد الحكم. لقطة ممتازة من بن قجون، بعد كرة أيضا ممتازة من رفيقه دوب. مشري بشير يستفيد من الخطأ هذا وينطلق مع حوحو، مشري وصل، حوحو مشري يدخل منطقة عمليات، برسو اليسرى قوي، ما كانش قوية، مجهود بدني كبير نهاية المقابلة، ما ننساش القوة كلها راحت في 90 دقيقة او في ال 85 دقيقة لحد الان. مشري بشير بالسرعة تاعو ما كانش عنده القوة الكافية باش يصوب رجلين، بس يجري من هناك مع خياطي خرجها مباشرة للتمام. عرس كبير في ملعب خمسة جويلية وفي المدرجات بالدرجة الاولى. تمس مرة أخرى لمزري من هناك على الجهة اليسرى. مزري رجع كورته لعريبي. عريبي يرفع كرة في الوسط لديلمي. ودريج حكم يصفر خطأ ضد المدافع الأيسر خنوف. 20 دقيقة لعب، هدف لصفر لصالح المولودية. وكل لاعبين مولودية الجزائر في منطقتهم. حتى حوهو. ربما الكل يبحث عن تحرير الفريق من عقده لازماته مده 14 سنه ما تحصلش على اي لقب، حتى ولو كان لقب تاع الفاتح نظام. لصالح شباب باتنا، لا يقول تماس لصالح خلوط، مقطوع الكرة، خروج دريج يخرجها هذه المرة، مشري مع دودان، والحكم يصفر الخطأ، لمسة يد، ودودان ياخذ كامل وقته، رقم ثلاثة مشري من هناك على الجهة اليمنى.
مرفوعة من نشاد البحث عن حوحو سمير، والكرة تروح سهلة مباشرة للحارس اسماعيل مسعود. بسرعة اسماعيل مسعود يوصل كورتو لتلمي، شاد مرة أخرى يتدخل ثم خنوف براسه يوصلها لدريش، ممدوب فوق عليه دوب للعزيز مرة أخرى دريش ونشاد، دريش خرجها للكمال. مرشد جدا لياقة بدنية كبيرة عند دريش. هذه الكأس كأس أول نوفمبر، المنافسة الجديدة المستحدثة لتعويض وألوان جميلة تلقى البطولة. ألوان جميلة في هذه اللحظات حفيظ في مدرجات ملعب خمسة جويلية، راح نشاهدها مع خالد ومع كل الفرقة التقنية. فعلا صور جميلة جدا، أضواء الكاشفة تزيد أشياء أخرى. كوليب يستفيد من خطأ هنا بعد تدخل بن قدجون، خطأ خطير على البعد حوالي 20 متر أو 22 متر عن مرمى الحارس عمر حماد. كل من نتمنى ان شاء الله يوم السبت المقبل ايضا نشوف ملعب خمسة جويلية بهذه الطريقة، يحضر اكثر من 60,000، كل انصار النوادي الجزائرية يحضروا لتشجيع اتحاد العاصمة. خطيرة وحمناد سهلة بالنسبة ليه، في وقت وان كنت نقول بانه المطلوب من كل انصار الكرة الجزائرية يحضروا يوم السبت المقبل الساعة 2 زوالا لتشجيع فريق اتحاد العاصمة في لقائه الاخير برسم كاس رابطة ابطال افريقيا ضد بريميرو دي اغوستو الانغولي. يقول حكم المقابله لصالح شباب باتنا اللحظات الاخيره دقيقتان عن نهايه الوقت الرسمي. خلوط على الجهه اليمنى، يجيه دوب ما توصلش الكره، يرتاح خنوف وينطلق دوب، توصل الكره دوب يراوغ يبقى محتفظ بها، يمر دوب ويزيد يمر، يبقى دائما ينطلق دوب على الجهه اليسرى يبحث عن المساعده، دوب يجيه فوق قدجون، دروب يفضل يحتفظ بالكرة ويستفيد من خطأ. سيد محمد عزيز درواز وزير الشباب والرياضة رئيس شباب باتنا على الجهة اليسرى للصورة، ورئيس مولودية العاصمة رئيس نخبة مولودية العاصمة سيد محمد جواد. خنوف في تنفيذ الخطأ ما توصلش، يسترجع بن قدجون محاولة المرور، يبقى محتفظ بالكرة، يراوغ يدخل منطقة العملية بن قدجون يرفع كرة والدفاع يخرجها، يبقى الخطر دائما بالراس والحارس يخرج ويسترجعها. لقطة ساخنة في اللحظات الأخيرة الوقت الرسمي انتهى. واسماعيل بسرعة يوصل كورتو لديلمي، دريش صعوبة كبيرة يوجدها فريق المولودية للفوز بهذه الكأس اليوم، وحوحو سمير موجود في رأي التسلل. الحزام اللي فاز به الملاكمين الجزائريين، ايضا الحزامان اللذان فاز بهما الملاكمان الجزائريان في صحراء يوم الخميس في البطولة الافريقية والتصنيف العالمي. ايضا تبقى الخطورة دائما لصالح شباب باتنا عرضية، والتدخل من هناك خياط يخرجها مباشرة توصل لدوب، لقطة لصالح شباب باتنا والتغطية من خنوف تخرج كراسة امطار. نفضل نشوف صور المدرجات يا خالد، كم هي جميلة. عرس ليس فقط فريق مولودية العاصمة ولكن كل الشبان الجزائريين بمناسبة الفاتح نوفمبر، وربما فرصة لبداية موسم كرة القدم الجزائرية بهذه الطريقة راح يعطي دفع آخر لأنصار آخرين لنوادي أخرى. حتى الفرقة التقنية بقيادة خالد الصيرة بمستوى اليوم بهذه الصور الحية والجميلة جدا. حفيظ حفيظ نغتنم هذه اللحظات سيد زنير، امامي سيد زنير لحظات قبل نهايه المقابله، نظن انه رغم انه لقب رمزي يحمل معاني كثيره لمولودية الجزائر. وسيد زنير
هذا عنده معنا كبير امام فوبا ديميني لابوتونس دو سو تورنوا هي ايتي دو نيفو اكستراوردينير جو كوا سي ان امبورتي ان بوكو دو ميريت اي اون لو ميريت دانيك لازم نكمل مجهود باش جينا كنا معنا ربحنا مع الفريق قويين والحمد لله ربي ما وفقنا. كان ينطي بعد النيل عبد الحفيظ طب حفيظ طبعا كما يقولوا على السخانه قبل دقائق ثواني من نهايه المقابله الحكم طبعا يحتسب بالوقت الضايع ما كانش فيه وقت ضايع كثير في المقابله الشوط الثاني لانه كان حماسي كان سريع وبذلوا فيه اللاعبين مجهودات كبيره سواء من شباب بتنا اللي حاول يعدل النتيجه ومولوديه الجزائر اللي حاول يضيف اهداف اخرى ونظن انه اكتفى بهدف واحد. هدف وحيد لكن كان كافي لحد الان بالنسبه للمولوديه للتفوق لحد الان 3 دقائق اضافيه اضافها حكم المقابله على هذا النهائي نهائي كاس اول نوفمبر في وقت راح يحدث فيه تغيير اخر على ما يبدو بالنسبه لتشكيله فريق مولوديه العاصمه مع ربما دخول سلو نادير لا علوش فيصل المدافع وسط هذه الصور الجميله. ويبقى اللعب متواصل 4 دقائق اضافيه لحد الان مولوديه العاصمه متفوق على شباب باتنا بهدف مقابل صفر في هذا النهائي مباشره من ملعب 5 جويليه بحضور اكثر من 60,000 متفرج جاوا يحضروا هذا العرس الكروي اللي ولو انه مستواه ما كانش عالي ولكن كان في مستوى الحدث بالحضور واللقطه الاخيره ربما لشباب باتنا خطيره وتدخل فتحين في اخر لحظه يخرج الكره علي ويوصلها مباشره لمجري بشير يوصل كورته لدودان دودان يراوغ وينطلق في الوسط يزيد يراوغ ويكسر ويستفيد من خطا يستفيد من خطا يصفر حكم المقابله بعد 94 دقيقه من اللاعب ينطلق مجري بشير على الجهه اليمنى مجري بشير مدافع واحد امام 3 مهاجمين مجري واصل يرفعها على الجهه اليسرى وحسامير ما توصلوش ثم بن قدجون ويضيعها وينطلق دوب والحكم يصفر نهايه المقابله فوز المولودية بكأس أول نوفمبر لسنة 1997 فرحة كبيرة كما نشوف بالنسبة للمولودية اللي تتوج بلقب بعد 14 سنة كاملة من الغياب على الساحة الوطنية فرحة كبيرة عند اللاعبين عند الجمهور حتى ولو كان كما قلت نهائي فقط تاع كأس أول نوفمبر ولكن بالنسبة للمولودية راح يكون بمثابة البداية لموسم ينتظر منه الكثير للمولودية موسم بالنظر لهذه الصور اللي شفناها اليوم منتظر منه أنه يكون دافع آخر لكل النوادي الاخرى ولكل المناصرين الاخرين لمختلف النوادي الجزائريه انه يخلينا راح نشوف بطوله اذا انطلقت قريبا ان شاء الله بطوله راح تكون في المستوى مش عارف اذا نرجع للفيديو باش نشوف نتبع النشره بالامازيغيه او نفضل نواصل محمد من معك حفيظ خيبه امل طبعا عند اللاعب عبد اللوي اللي بذل مجهود كبير عبد اللوي للمره الثانيه شباب باتنا لم يسعفه الحظ نعم مش عرفناش الحظ الخطرة الثانية هذه واش نظن كنا هذه الخطرة الثانية قدمنا مستوى خير من الخطرة الأولى واش راح نقول دائما نكملوا في الاستمرارية ونهني مدير العاصمة على الفوز واش راح نقول إن شاء الله المقابلة هذه نالت إعجاب المتفرجين في المستوى وإن شاء الله تكون دائما الحفلة هكذا إن شاء الله ويكونوا العرس دائما هكذا ويكون الجمهور هكذا اللي يزيد في حماس المقابله واش راح نقول نتاسف ثاني كلي غياب زوج لاعبين تاعنا ساكر ومذكور اللي كانوا يزيدوا لنا شويه كانوا يزيدوا لنا شويه في المستوى في المجهود تاعنا وان شاء الله نقول باللي ان شاء الله المقابله الجايه ان شاء الله نديروا اكثر ونكون ان شاء الله تكون ان شاء الله باللي المقابله هذه تكون اعلى نالت اعلى اعجاب المتفرجين. وهذا ما نتمناه ونتمناه لك عبد اللاوي التوفيق ولشباب باتنا كذلك في المقابلات التي خاصه في البطوله. للحكومه ترباث مقرن العسكر. تقل مزاتنا
زفر ماني وين المولودية ثان العاصمة الكاس نوزوار نوفمبر نظفر تصور ماني توشاسن الكسايا ونهني أفرحن سور ناينسن نواسا استاكلت نوزوارو نوفمبر ويا ذنغلاف نلحسوك ذريضة ايلان يتوشاسن ذي قذيح إذ ننغلاف نيموجاهدا مس سعيد عبادي عمار هدف معوني عمار عمار هدف معوني نعم حفيظ اسمعك نحن على المباشر طبعا مع حفل تسليم الكأس كأس الفاتح نوفمبر نبقى دائما نواصل مع اجواء الاحتفالات الخاصة بهذه الذكرى العزيزة ذكرى الفاتح نوفمبر طبعا تسليم الميداليات يكون بالبداية مع الفريق المنهزم فريق شباب باتنا اللي ادى الشوط الثاني كما شفت وكما شاف كل الجمهور الرياضي الكريم ادى الشوط الثاني في المستوى ولكن في نهاية المطاف ما قدرش يعدل النتيجة امام فريق المولودية اللي حقق المهم بعد 7 دقائق من انطلاقة المقابلة كنا شفنا عمار واذا كنت تابعت ايضا شيء ملاحظ على هذا اللقاء النهائي هو الحضور الغفير جدا للجمهور جمهور ملعب 5 جويلية اللي كان اعداده اكثر من 60,000 متفرد شيء ما شفناهش منذ نقدر نقول مده طويله وطويله جدا بمناسبه نهائي كاس او نوفمبر كما نشوف سيد وزير الشباب والرياضه محمد عزيز الدزراز وزير المجاهدين ايضا يسلم الميداليات على الفريق المنهزم قبل ما راح نحضر بعد حين مع تسليم الكأس كأس الفاتح نوفمبر على الى فريق عناصر فريق مولودية العاصمة. هل عندك شيء تقوله عمار؟ هل فيه نقدر نقول قراءة للجمهور الغفير اللي حضر الى ملعب 5 جويلية؟ والله حفيظ على كل حال هذا الفرحة اللي اليوم يحييها الشعب الجزائري وهذا الجمهور الغفير اللي يحضر هذه المقابلة بالمناسبة الذكرى أول نوفمبر 54 تدل على أنه فيه تواصل بين الأجيال الأمس وأجيال اليوم. الفرحة اللي يفرحها اليوم هي كذلك تتعود يعني أو تعيد نفسها بعد هذه الذكرى اللي الآن يحييها الشعب الجزائري بصفة عامة. صور اللي شفناها اليوم أيضا عمار تعني بأنه في الجزائر كاين أيضا صور جميلة جدا مثل اللي شفناها اليوم على مدى حوالي ساعتين هنا في ملعب 5 جويلية وصعود عناصر المولودية. سمحنا إذا اختيار خدينا من وقتك من وقت نشرة الأمازيغية لأنه مباشرة بعد النشرة نذكر الجمهور الرياضي الكريم بأنه راح تكون فيه حصة أرقام وتعليق العدد الأول لهذا الموسم مع إذا وصول عناصر مولودية العاصمة لتسلم الميداليات إن صح التعبير الذهبية بعد تتويجهم بكأس أول نوفمبر منافسة تستحدث بمناسبة تأخر انطلاق البطولة الوطنية وأيضا بمناسبة ذكرى عزيزة علينا ذكرى الفاتح من نوفمبر بحضور كما قلنا وكما نعيد ونكرر أكثر من 60,000 متفرج صنعوا صور جميلة جدا في ملعب 5 جويلية. الفوز هذا تاع اليوم تاع فريق مولودية العاصمة أيضا راح يخلي عناصر الفريق والطاقم الفني يخلي مسؤوليتهم كبيرة أمام أنصارهم اللي يبقوا ينتظروا في تتويج رسمي بعد غياب عن التتويجات دام أكثر من 14 سنة. التتويج الرمزي هذا راح يكون بمثابة دفع جديد بالنسبة لفريق مولودية العاصمة قبل انطلاق المنافسات الرسمية لهذا الموسم. بالنسبة لشباب باتنا ما ننساش أيضا نحييه على وصوله مرتين متتاليتين لنهائيين في 5 جويلية الماضي كان وصل لنهائي كأس الجمهورية خسروا أمام اتحاد العاصمة بهدف مقابل صفر. اليوم أيضا يوصل للمرة الثانية على التوالي لنهائي كأس أول نوفمبر يعتبر بحد ذاته نتيجة تأكيد على نتيجة وصوله لنهائي كأس الجمهورية في شهر جويلية الماضي. يبقى ينقص تتويجه أيضا على المستوى الوطني نتمنه له في فرصة أخرى لما لا في بعد وصوله للمرة الثالثة إلى نهائي آخر سواء نهائي كأس الجمهورية أو نهائي كأس مثل هذه أو أي منافسة أخرى لما لا البطولة الوطنية. بعد تسليم الميداليات راح يكون التسليم الرسمي لكأس أول نوفمبر الأولى من نوعها لقائد فريق مولودية العاصمة مشري بشير اللي يلعب موسمه السادس في فريق مولودية العاصمة بدون أي رصيد بدون أي لقب في رصيده. ربما راح تكون هذه هي البداية بالنسبة لبشري بالنسبة للاعبين الجدد اللي انضموا للمولودية من بينهم عمر حمناد. مشري بشير يصل
سننتهي بعد حين يا عمار بعد تسلم مشري بشير للميدالية اولا من يدي السيد وزير المجاهدين مصطفى عبادو، وبعده راح تتسلم له الكاس من طرف السيد محمد عزيز درواز والسيد وزير المجاهدين الى السيد الى اللاعب مشري بشير. هنيئا للمولودية على هذا التتويج، هنيئا لشباب باتنا على الشوط الثاني، تحية جيدة جدا للجمهور الغفير الذي حضر ملعب 5 جويلية. شكرا لك.